ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المقبرة مشتركة بين المسلمين والكفار فهل يقال الدعاء الوارد عند زيارة المقبرة؟ هل إيش؟ إذا كانت المقبرة مشتركة، يعني قلنا ما يدفن في مقابر الكفار، لكن السائل يقول أن قبور المسلمين معزولة على حدة وقبور الكفار معزولة على حدة، أما إذا كانت مختلطة هذا لا يجوز. نعم. يقول وهل يقال الدعاء عند زيارة تلك المقبرة؟ يقال عند قبر المسلم، عند قبر المسلم. نعم.